نتمنى. لكنه الكلام عن الكابتن سيد عبد الحفيظ وعن اللي حصل في خيال البعض واوهام البعض، كابتن سيد راح ضيف على ام بي سي مصر، سالوه ايه اللي حصل بينك وبين فايلر؟ نشوف. عايز اعرف طبيعه علاقتك بفايلر عامله ازاي؟ علاقة اختصاص وعلاقة فيها ود بشكل كويس قوي. وانت اصل احنا يعني حضرتك عارف انه دايما اللي بيتم تصديره المشاكل مش الود ولا الحب ولا العلاقة الطيبة وكده. عشان كده انا قلت لك من 5 دقائق فاتوا بس، يعني مش من مصلحة النادي الاهلي السنة دي، مش من مصلحة فرقة الكورة في النادي الاهلي السنة دي ان يبقى في ردود كتير. مش من مصلحة الاهلي السنة دي كده. حتى لو الموضوع حقيقي؟ حتى لا 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 يمكن يكون حقيقي. ليه بقى؟ لأن الاهلي مؤسسة عريقة جدا، محترمة جدا، يعني فيها اختصاصات وأدوار، كل واحد بيبقى عارف الدور بتاعه كويس قوي. اللعيب هو لعيب في المنطقه دي لا يتعداها، مدير الكوره له الجزئيه دي، مدير الفني له الجزئيه دي، ده سياسه يعني من 1907 لحد دلوقتي. فكل واحد بيبقى عارف الدور بتاعك او الدور بتاعه. ممكن يبقى في اطار ان المساعده ان انا اقول لك رايي، لكن تاخد بيه او لا تاخد بيه ده بتاعتك انت. يا سلام يا ابو السيد لما تحب تسيطر وتدي رسائل. وقال كلمة كويسة قوي للحدق بقى اللي عايز يفهم. كلمة واحدة؟ كلمة واحدة. لا قال كتير قوي. لا الآن استوقفتني يا سيدي كلمة، خد أنت الباقي علق عليه. لما قال السنة دي احنا مش محتاجين كلام كتير. عايزين نركز شوية. لا هو السنة اللي فاتت كانت محتاجة كلام كتير. السنة دي مش محتاجين كلام كتير لأن عندنا عمل كتير. لأن تجربة جديدة. أيوه. وده معناه إيه؟ يا يعني اذا كنتوا بتحبوا الكابتن سيد عشان الافيهات والكلام ده يعني لا، حبوه بقى من منظور المسؤوليه والكلام اللي قاله ده، ان احنا نادي مؤسسي كل واحد عارف دوره كويس قوي، فما فيش مجال للصدام، ما حدش بيخش في شغل حد.